السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مدونة حبيب. لمعلومات لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك الجديد. هل نقدر نسحب الأرباح نتاع اليوتيوب في جميع البنوك في الجزائر؟ هل نقدر ولا والو؟ دوك نعطيكم جميع الأجوبة وكذلك نعطيكم كل شيء بالتفاصيل باش ما تقعش في الخطأ. اول قبل كل شيء باش تسحب الارباح نتاع اليوتيوب لازمك تكون فاتح حساب البنكي بالعمله الاورو. هذه لازم تفتح لي كونت، الا ما فتحتش لي كونت ما تقدرش تسحب الارباح نتاعك. هذه حاجه الاولى. وكذلك باش تقدر تسحب الارباح نتاع الاتنز، تقول لي يا حبيب واش من بنك ليعطيني الاورو كامله 100%، وكذلك ما يديرليش مشكله. دوك نعطيكم بعض البنوك باش تكون على بالك، وكذلك ما نذكرش بعض البنوك بلاك يدون المشكلة وربما حتى ندخلوا في بعض المشاكل. احنا نعطي لك البنك اللي يساعدك انت، ما نهضوش لي بنك اللي لخد اخرين باش ما نلقاوش مشكلة. خاوتي كونوا على بالكم، احسن وافضل بنك في الجزائر باش تقدر تسحب ارباحك في اليوتيوب، معناه يعطيك اموالك بالعملة اورو، هو بنك البدر في لحى والتنمية. هو احسن وافضل بنك في الجزائر. نهضروا نسبة بنك البدر. البنوك الاخرين ما نهضروش عليهم خاطي باش ما نقعوش في المشكلة، تكون على بالكم. باش تسحب الارباح تاع اليوتيوب ولا تاع ادسنس في بنك البدر، اولا لازم تفتح حساب البنكي بالعملة اورو. باش تفتح حساب البنكي بالعملة الاورو في بنك البدر حوالي 20 اورو حتى 50 اورو بحساب كيما نقول احنا حساب البنك. الملف باش تفتح حساب البنكي هو شهادة الميلاد، بطاقة الإقامة، وكذلك بطاقة التعريف الوطنية والصورة الشمسية، وكذلك المبلغ هو ما نقول لك 20 اورو حتى 50 اورو. ددي هذا معك ملف وددي معك المبلغ وتروح بنك البدر تاع الفلاحة والتنمية، تقول لهم حسن افتح لي كونت تاع الاورو، يفتحوا لك يعطيك واحد الريب. الريب هذايا المعلومات تاع الريب دخلوا في الحساب الاسنس. اذا كان الحساب نتاعك تاع الاسنس اذا فات 70 اورو تقدر تسحب الارباح نتاعك تلقائيا، معناها يتحولوا تلقائيا من 21 من كل شهر يتحولوا من الاسنس الى حساب البنكي. هذه كاع جميع حتى في الدول في العالم، هذه الجوجل هي دايره السيستم تاعها او التحديث النظام نتاع الادسنس. يتحولوا من 21 من كل شهر يتحولوا الارباح من ادسنس الى حساب البنكي. كذلك البنوك الاخرين خاوتي تقدر تسحب عادي بدون اي مشاكل، وانما مشكله فيهم خاوتي، مشكله باش ادسنس يبعث لك دراهم من ادسنس حساب البنكي في بنوك اخرى، كان ربما في بنك اخر بالك يعطي لك نص اورو ولا نص دولار ولا نص دينار، وكان البنك الاول يقول لك نكسب عليك النص، نعطيك 50% بالدينار ونعطي لك 50% الاورو. هنا ما تساعدكش خاوتي. شوف صور معايا انت مصباح تخدم ودير مونتاج وطلع فيديو ويجيب لك مشاهدات ويجيب لك الارباح، ومن بعد تجي تحول الارباح تاعك من ادسنس الى حسابك البنكي اخر، ونهار تروح البنك وتسحب الاموال تاعك يقول لك اخويا نعطيك 50% بالدينار و 50% بالاورو، ولا يقول لك اعطيها لك بالدينار. والدينار اش راه يدير في البنك؟ راه يدير تقريبا 100 اورو راه دي مليون و 500، وانت في السوق السوداء راه دي زمان و 200، معناها تقريبا 700000 راحت لك. على قلت لكم انا خاوتي باش تسحب الارباح كاملا تديها بالاورو، ما تديهاش بالدينار، تديها بالعمله الصعبه. تدي 100 اورو تبيعها ب 200 خيم، تديها في البنك مليون 500. هذه مشكله، هذه الناس راه هاربه من هذه المشكله باش ما تقعش مشكله. كذلك وكاين بعض البنوك كاين بعض البنوك يقول لك اعطينا اثبات التحويل، اثبات التحويل نتاع معناها واش من شركه ولا واش من المؤسسه اللي بعثت لك دراهم. كاين في جوجل ادسنس يعطي لك اثبات التحويل، دي عليها كابتير ومن بعد تخرجها تعطيها لهم في بنك. ننصح اخواني اللي يتعامل مع الادسنس، روح
افتح حساب البنكي في بنك البدء في الإحياء والتنمية. هذه نصيحة من عندي ونصيحة اخ ماهوش اخ اخر ولا، هذه نصيحة من عندي باش تسحب الارباح نتاعك بالعملة الصعبة 100%، ما تكونش عندك مشكلة، روح افتح في كونت في بنك البدء في الإحياء والتنمية. هذا هو خوتي نصيحة من عندي، باش تروح تفتح الكونت في بنك اخر ويعطي لك نص دينار ونص اورو، هذه ما نقبلهاش لا ليا لا ليكم، ثاني مش ليا انا، ثاني انتما ما نقبلهاش منكم. لا كما نقول لك قبل، بعد قليل انت مصباح تخدم فيديو دير مونتاج وتقطع وتجيب اذكار وتدير وتجيبك مشاهدات وتجيبك الارباح، ومن بعد تحولهم، ومن بعد يعطيك نص دولار نص اورو نص دينار. ايش جاياش نديها اورو خير، نديها 100 اورو نبيعها ب 200، اني رابح تقريبا 700000، خير من نروح نكسر نرجع نروح ب 700000. هذه مشكله خاطي، هذه بعض هذه في بعض البنوك، ما نهضرش كامل البنوك، كان بعض البنوك ومانيش جاتي نذكر الاسماوات تاع البنوك باش ما يكونش في مشكله، تكون على بالكم خاطي. المهم اللي عنده اي مشكله ولا عنده اي استفسار يتواصل معنا عن طريق واتساب ويخلينا ميساج في الواتساب، ولا عن طريق الفيسبوك، ولا يخلينا تعليق اسفل هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.